بسم الله. ربنا اجعلنا ممن يرضينك أيام وليالي بدون حدود، فاجعلنا ربنا ممن رضيت عنهم ومن وهبت لهم حكمة وأهديت لهم حبك يا كريم يا عظيم. نأتي إلى آية 46 من سورة الروم لجريكو روما، يقول ربنا مخاطبا ومعلما ومنبئا نبينا عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، أي ربي ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام اللي هم أخوانه سبقوه بالرسالات عليهم السلام. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، كل قلنا دائما ربي من كل الأنبياء عليهم السلام بعثوا على أقوامهم الخاصة بهم، إلا نبينا عليه الصلاة والسلام أرسله ربي إلى كافة الإنس والجن، وهو رحمة للعالمين بفضل رب العالمين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، يعني ما جاوش فارغين، عندهم دلائل اللي كونهم مرسلين رب العالمين، فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. وربي ينتقم من المجرمين، il se vit contre les criminels. ولقد أرسلنا قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وربي ركب على ذاته العالية واجب نصر المؤمنين، تدير اللي سكور يزون لو سكور ديفان les vrais musulmans. Vous voyez maintenant que le secours divin il est le moteur de notre réapparition, comment dirais-je, que vous a secoué, et vous allez voir ce que vous allez voir les jours qui vont venir pour achever votre destruction, vous les criminels de sionistes, que ce soit d'origine arabe ou d'origine juive ou d'origine chrétienne. C'est-à-dire vous êtes une trois visages du mal que Dieu va vous châtier pour avoir commis ces crimes-là. Wassalam bittamam wal kamal ala ummat Muhammad alayhi salatu wassalam.